تعد الأخشاب عنصرا أساسيا في ديكور المنزل فهي تجمع ما بين الأناقة وتعطي إحساسا من الطبيعة، من هذا المنطق أو المنطلق اختارت الفنانة روان تصميم شبابيك من الخشب وقطعتها يدويا كقطع ديكور تضفي إحساسا بالأمل والتفاؤل مع لمسات من الطابع العربي عليها كما سنشاهد. للمزيد حول الموضوع تنضم الينا في استوديو الفنانه الاردنيه روان ابو حميد اهلا بك معنا في صباح العربيه صباحكم ويمكن يا رب يعني, يعني هذه يعني القطع بتعطي نوع من يعني الدفء بترجعنا للزمن القديم وال... والهوية العربية بالضبط, بالضبط. ويعني ولمسات مع النقوش واللغة العربية خلينا نتكلم عن هذه القطع أين يمكن استخدامها في ديكور المنزل في البداية ممكن نستخدمها بالبيت كديكور قطع ديكور منزلية ممكن نستخدمها كمان على فكرة بنقدر نفتح الشباك ونحط فيها صورة للعيلة نحط مراية جوا في كذا استخدام هذا الباب على الشباك على فكرة بقدر نفتحه ونحط نقدر نفتحه بيدناني. اه بالضبط حابه اساعدك اه يمكن شويه كثير اه نقدر <g bits> نفتح ونحط اللي بدنا اياه جوا عادي هل يعني كيف جاء اختيار هذه الابواب؟ يعني البعض يمكن يختار حتى الارابيسك اللي هي تكون مزخرفه صراحه هي بلشت رحلتي مع او شبابيكي ليش قاعد نقول ابواب؟ شبابيكي شبابيك صراحه بلشت من السنه الماضيه عرفتوا كيف الناس كنا مرينا بظروف صعبة كتير فكنت حابة أطلع بهالسنة المرأة بشيء إيجابي كتير بشيء يعطي أمل ويعطي سلام ويعطي انه بكره ان شاء الله احلى فما لقيت احلى من الشباك يعطي كل هالمعاني هاي لا كورونا فجرت الابداع او مراحل التصنيع لهذه الشبابي كيف تتم وبتاخذ منك قد ايه وقت بتاخذ وقت اول شيء التصميم بيكون من تصميمي انا بعدين بحطه بمشين عشان تقص الشكل اللي بدي اياه بعدها بعمل لي اوت للفكره وبعد اللي اكيد بحط الالوان المناسبه وبحط ال طبق التاسيس والالوان وبعدين الحمايه طب خلينا نتكلم عن الشباك اللي وراكي هذا يعني شو اللي استخدمتيه كيفيه في شيء بيكون مثل هيك يعني مكتوب كتاب وفي شيء ممكن يكون طالع زي ما انتم شايفين بارز يعني هذا 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 منقوش ولا مضاف اليه لا طالع من يعني ليه. منحوت تفضل آه كلمه الله مكتوب عليها مع زخرفه عربيه لاني انا بحب احافظ على الطابع العربي الاصيل عندنا وعشان يضلوا دائما اولادنا يتذكروها ويكونوا فخورين بها الحضاره كم دخلتي <متدخلت> <متدخلت> انا اسف بس مره حضر. المواد اللي اللي ادخلتيها عليها ولا بس الوان لا في كثير مواد عليه الامام اشرحي لي المواد اللي عليه أحسن. لا في الوان في انا ما راح اسوي شباك بس ابي احب اعرف المواد <applause> حسابك <أحسن طبعا أتفضل تصفيق> لا في اكيد طبعا بمرق بكثير مراحل اول شيء بأسس الشباك وبنظفه بقيم الزايد منه بعدين بحط الالوان اللي طبعا بكون دارستها قبل وبكون دارسه التصميم قبل فبناء عليه أه ببلش احط م. فكرتي و... واخر شيء اكيد لازم اعمل طبقه حمايه لكل المواد اللي كنت حطها حتى لا يتاثر أي. حتى لا يتاثر الالوان المستخدمه لالوان معينه انواع الخشب اللي انت بتستخدميها هل في نوع م... معين ما ينفعش استخدم نوع اه بالضبط لانه في نوع خشب هو بي... عشان يحافظ على ال... يكون مقاوم للرطوبه وللحراره ولعوامل الجو خاصة فعشان هنا يعني في رطوبه كثير وحر وهيك فلا اخترت نوع خشب يكون مناسب لهذا الجو حتى عملتيه هنا صواني كمان بالضبط انا عامله كمان اشياء صواني اشياء كمان هون هلال ان شاء الله ربي رمضان, 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 رمضان. بخير وسلام وراحه بال وعامله هون كمان ما في بيت عربي بيخلو انه الواحد يضيف فيه قهوه او شاي او طب هذه الان انا ما ادري بس هل فضل. هي مقاومه ايضا للماء أنه الواحد يقدر ينظفها طبعا آه بس ينظفها يعني لازم ينظفها بحرص أنه أيه. يكون بوت وايبس خفيف آه. طيب انت طبعا تحطين هو خشب عادي بتختارينه وتصنفرينه طبعا بس طبعا آه بصنفره اول أي ما ما لا تصيرين بخيله علي بالمعلومات <applause> بس انا يعني نفسي طيب هو يعني تحطي طبقه وقايه قبل قبل ايضا لا اول شيء بنظفه بعدين بزيد بشيل الزائد من الخشب م. وبعدين بحط طبقه حمايه بطبقة تاسيس عشان اللون ما يجي على طول لازم م. يكون في طبقه قبل اللون الحته طبعا نستخدمها للقهوه العربي زي ما شايفين اه طبعا سا. قهوه سادة بالشاي والتمر هنا هناك تمر هناك ايوه قاعد اشوفه او كمان <applause> الحامل ده ممكن استخدمه اذا في تشوكلت طبعا بتقدر اذا ت... في تمر بالضبط وعلى فكره انا ما حصرت بس الم... هاي المناسبه لرمضان بس حس... <applause> كمان باي وقت بتقدر تستخدمي هاي القطع بيكون عندك ضيوف بالضبط بتقدر الشاي حلوين والله اه هذا أيوه. هيك على شكل شاي شاي إيه غوري شاي ليه عمر افتراضي يعني ممكن انه انا احافظ علي عليها اكبر قدر ممكن لانه اكيد الخ... طبعا الح... لا, لا يعني مثلا نعم إن... انت عامله يعني. رسومات ما اقدرش اغسلها مثلا لا ما بتقدر تحط عليها آه. مي اكيد لا بس انه يعني بتنظفيها بحرص طيب اكيد اتمنى لك كل التوفيق روان وان شاء الله نشوفك بابداعات اخرى ان شاء الله تصير ابواب مو بس يا إن شاء الله. بدون حجر بدون حجر. إن شاء الله يا رب يا رب. شكرا جزيلا.